نعم خذ انت. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك اليوم بسم الله الرحمن الرحيم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 13 من شهر شوال 1443 نحن في هذا المشروع المبارك مشروع التركي مسجد وبير ارتوازي بحول الله تبارك وتعالى نفتته. وكان أول يوم وكان اليوم من 12 من شهر 5/2022. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله التكبير. الله التكبير. الله التكبير. الله ما كان جنيدي ما كان جنيدي حل هذا.